زارت سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مخيمات العائلات التي عادت توا من النزوح في مدينة الموصل. بعد عام على تحريرها من تنظيم داعش وتزامنا مع أول عيد يمر على مدينة الموصل المنكوبة، زارت سفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي مخيمات العائلات التي عادت توا من النزوح بين أنقاض مدينة الموصل. وجهت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى المجتمع الدولي رسالة بضرورة التكاتف لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإزالة آثار الحرب التي استمرت 3 سنوات. هذا أسوأ دمار رأيته خلال سنوات عملي مع الأمم المتحدة. الناس هنا خسروا كل شيء، والصدمة والخسارة التي عانوا منها لا نظير لها. إنهم هنا بمفردهم وبإمكانات محدودة جدا، وهم يستعيدون ذاتهم بأنفسهم ويزيلون الأنقاض بأيديهم. جثثهم بقيت هنا تحت هذه الأنقاض. البعض لديهم أفراد من عائلتهم هنا وهم غير قادرين على نقلهم، مع ذلك هم سعداء لأنهم كانوا العيد السابق تحت الاحتلال والمعاناة، وهذا العيد ليس لديهم أي شيء سوى الحرية. تعد هذه الزيارة هي 61 لأنجلينا جولي لجولتها في مناطق الصراع حول العالم، وهي 5 إلى العراق منذ أن عملت مع الأمم المتحدة عام 2001.